اخواتي والحبانات ديال الرجاء، بغيت نقول لكم انا كنحبكم وكنموت عليكم. ما تنساوش ما يطلع لكم فيديو ديالي تخليو ليا بزاف ديال لي لايك. شوفي انت اللي كتفرجي فيا، ما خليتيش لي بزاف ديال لي لايك نخرج لكم التليفون. اليوم اخواتاتي انا كولابوراسيون مع واحد البنوته اللي غزاله بزاف بزاف بزاف، وبغيت كاع الحبانات ديالي اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا يمشيو يخليو ليها تعليق زوين ويمشيو للقناه ديالها ويتابوناو عندها. نخلي لكم القناه ديالها مكتوبه هنا وفي صندوق الوصف وفي اول تعليق. بنوته كيوت غزاله مأدبه كتدخل الخطر، وكنقول لك من هذا المنبر اللي شفتي هذا الفيديو تحيه لك، اكيد غادي تشوفيه. تحيه ليك والله يسهل عليك والله يسهل على اي بنوته في هذه الدنيا باي حاجه ناويها في خاطرها. هاد البنوته هادي زوينه ظريفه مأدبه قناتها غزاله وكتدخل الخطر كما قلت لكم. غنخلي لكم كاع المعلومات ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق، كدير كلشي وحتى هي كتبغي هاد الدومين ديال يوتيوب وما غادي تخسر والو. كبدات ديالي الا مشيتو ضغطتو على زر ابوني وخليتو لها تعليق زوين قلتو لها راه حنا احباب رجوه رجينا من عندك، وان شاء الله غتوليو كتحماقوا عليها وتبغي واحد محبوبه وكتدخل الخطر. فغنخليكم مع الفيديو ديالها ونرجع لكم ابخي. سلام الناس، كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نشكر رجوه لان سمحت لي انني نكون ضيفه عندها في القناه ديالها. هاد البنت قمه في الاخلاق وروعه زعما تبارك الله ما شاء الله، ما عندي ما نقول. ثاني حاجه شكرا لكم بزاف نتوما اللي غادي تدخلوا عندي غديروا لي الاشتراك وغدعموني. نعرفكم على راسي، انا سميتي سميره عايشه في ايطاليا، القناه ديالي هي سميره ABC. مرحبا بكم عندي. القناه ديالي كتهضر على الجمال، على النصائح، على الشعر، على كل ما كيتعلق بالجمال. كنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وبلا ما نطول عليكم نشوفكم. اكيد شفتوا الفيديو ديال هاد البنوته الغزاله، واكيد راكم دابا غتمشيو ديروا لها ابوني وتخليوا لها تعليق حيت فريمون تستاهل، واي واحد تيستاهل الدعم. الف مرحبا على الرسولين والله يسهل على كل واحد. غنعاودك بدايه نفكركم ونصدعكم، ما غتخسروا حتى شي حاجه اخواتاتي، فقط غادي تمشيو تبركوا على زر ابوني تخليو لها تعليق تفرجوا فيها حيت فريمون غتبغيوها كيوت كيوت فنه وظريفه. فنخليها لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق كبدا ديالي. ما تحشموني سيروا تابونوا عندها ولا نقشكم. وهذا مكان اي واحد بغى الدعم يهضر معايا في الجيميل اولا في الانستغرام، ولكن من الاحسن نهضروا معايا في الجيميل. كنحماق عليكم وندوز دابا الفيديو. كبيدات غادي نوريكم الامانات، ها هما غادي لمواليهم. ها هي الكسيوه درتها في الخنيشه، وها هي هاد الايبه هادي الكرونه، ها هي وسنيسله ديال الذهب والفليسات. ان شاء الله ملي توصلوا بالفليسات ديالهم ولي كادو ديالهم غادي نخلي لكم لي فوتو وكل شيء اون ديتاي. الحمد لله الشفافيه والمصداقيه، وبزاف ديال الناس كتشهد على هذا الشيء في لي كومونتير، والناس اللي ربحوا حتى هما كيجيو لي كومونتير كيقولوا لي هاد الهضره. الدعوه ديالكم كتفرحني بزاف، والبنوتات اللي ما ربحوش كنعاود نقول لكم ان شاء الله مازال جايه مسابقه كنوجد ليها رائعه وفيها هدايا فنين بزاف بزاف. البنات انا يهبط بان ليا الجو شويه برد، عجبني شعري. دابا يا خديت واحد السبرديله حيت ما عنديش سبرديله بيضاء، كنبغي نلبسها مع الكسيوات وداكشي، وغادي نمشي باش نتقدى الفاكهه. هاد الخبازه خاويه، شوف والله الا خاويه، انا كتحمقني خبازه في هاد الوقيته حيت تكون زوينه. نتقدى الفاكهه عند واحد السيد، تقديت عنده واحد المره وعجبتني ورجعت عنده وخديت قهوه ديالي شو طويتها الغزال. زعما انا مرات الدار وتنتقدى الفاكهه. ها انتم البنات، ها هو هذا الراجل، هذا كاين هنايا في هذه الزنيقه هذه، عنده الفاكهه في فنه وكيتهلا. ديجا خديت من عنده عاود ترجعت. انا غير في قنيطره. ها هو هذا الراجل الله يعمر ليه الدار، والله مسكين راه ماشي غير شارب بنيطره، بغيت نصورو حيت هذه المره الثانيه باش جيت عنده. عنده داكشي زوين وكيتهلا في الميزان. واو جا في ديك الزنيقه هذه اللي معروفه بنات قنيطره قدام هذا. البنات كان قبيله الصداع، دابا جيت ناخذ باناشي وغنمشي ناكل السريدي. بالنسبه لبنات قنيطره عرفنا السريدي، شوف القصه ديالي دارت تفزقت مع المود ديال الصرد. غنمشي ناكل السريدي حيت الصرد ما قادش عليك حاجه ديال المرقه ولا شي حاجه، الصرد ما كيخليكش تاكلي. تقدر تاكلي غير الديسير والخبز تشبيه حسن، بعض المرات كناكل غير الديسير وصافي. ودابا تشهيت على السوسيس وشي باناشي بارده. وانا عاود نقول لكم الفيديو ديالي ما تنساوش تخلي ليا لي لايك. وانايا كالعاده ديما كناخذ شي حاجه في عاشوره، كوزينه ولا مونيكا ولا اي حاجه. خديت واحد الكوزينه حتى نمشي للدار نوريها لكم. ديالي
وغادي نعاود نفكركم في البنوته اللي دايره معها انا كولابوراسيون البنوته الغزاله الفنه. غنعاود نقول لكم الفيديو ديالي، سيروا صندوق الوصف والاول تعليق، خليو البنوته ابوني ما تخسر والو، غير تصبي هذا كونيكسيون عندنا. خلينا نشجعوا الشاب، خلينا نشجعوا اي واحد بغى يدير شي حاجه، سواء قريتو سواء اي حاجه، ما غنخسروا حتى شي حاجه. سيروا ديروا لها ابوني وقولوا لها تعليق زوين، فرحوها، بغيتكم تفرحوها. الفيديو ديالي راه غتلقاو القناه ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق. عارفه راسي كنطير بزاف، ولكن مره كيكون فيا الحنان. ودابا جيت للدار، صراحه كان المود ديال الصد، تخيلوا غير غاده وانا نتلاقى اختي فاطمه اللي عندها قناه، نخليها لكم في صندوق الوصف، وديما كنخليها لكم في صندوق الوصف. اليوم نت بان ليا نمشي نتقدى الفاكهه وداكشي ونجيبهم لماما، حيت ماما مازال ما شراتش، نفاجئها بهذا المعنى هذا. تحيه الفروج والله الخير، ملي كيجي بدقه. تلاقينا في الفيديو ديالي كما قلت لكم، ملي كيجي الخير جا بدقه. جاب لي اخوتي واحد الكوليات غادي نوريهم لكم، وتقديت واحد التقديه. خلوا لي الفيديو ديالي بزاف ديال لايك، وقول لي حتى نتوما بالنسبه لي خدامين واش كيعجبكم هكا مره تفرحوا والديكم، تمشيو تقداو راسكم. انا كنحماق على التقديه، واخا كيعصبوني هذا، ما بغيتش ندير كروسه هضرت بزاف، قلت غتتقل عليا وتبقى دايراني ولا ركبت شي خطاف، ونيت فعلا جيت في خطاف. المهم القصيصه ديالي راه تخسرت شويه، شوفوا البنات الشعر ديالي راني ما مصايبه ما حتى شي حاجه، فقط خرجت من الدوش لويتو صباح ليا هكايا، الرطب ما دايره ليه حتى شي حاجه. المهم البنات غادي نخلي لكم لاكام، نعاود نخليها لكم حيت فريمون واعره بزاف لاكام. وشنو اخر، لاكام زوينه بزاف، هي اللي كنغسل بها، وعاود تهضرت معاهم قلت لهم عاودوا صيفطوا لي حيت ما بقيتش باغا نستغنى عليها، حيت فريمون واعره. لا سيروم ديال الشعر، لا شامبوان، لا داكشي اللي كيدير لي بوانت بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بوانت مشوكين وحالتهم، لا البنات اللي ما كيطواش لهم شعرهم ما كيقواش، كلشي طبيعي، كتشموا حتى حبه السوداء، فريمون داكشي توب. وحتى الكيراتين وكلشي اللي مازال ما شافوش الفيديو، غادي نخلي لكم عاوتاني النمره ديالهم، ونخلي لكم الانستغرام، اي حاجه قولوا لهم من طرف رجوه. وراه اسمينا ديالهم زوينه، ما عندناش الكبيره ديالي. اول حاجه غادي نبدا بها هما هاد الباروكات اللي جابتهم لي اختي هانتوما، الزربه باش ما يجيش الفيديو طويل. كاينه هادي هانتوما، فريمون البنات هادو هما اللي لقيت، هما اللي عاقله على الانستغرام ديالهم، شي الاخر ما كاتب ليا والو فيهم، يعني خصني نرجع للديسكوسيون في الانستغرام عاد نعرف. شوفوا هذه حمقاتني انتما البنات، غنوريكم هذه اللون ديالها كيحمق صراحه، غزاله واخا شويه كتبري، هادشي اللي عصبني. هنايا هكايا في الضو داكشي ما كتبانش كتبري عاديه، ولكن في الشمس كتبان كتبري، وانا غنلقى لها الحل ضروري، وديجا لقيت لها الحل، سولت وديجا كاين الحل، انك كتشدي بودره ديال الاطفال او بودره ديال الوجه كديريها، ودرت واحد المره الباروكه ولات مات، غنرققها فيها ونبيتها فيها باش تولي ليا مات، هي كتحمق. شوفوا هادو تقطع غزاله، كنتفكر شعري كي كنت كنصايبو هكا كان كيجيني بحال هكايا. واما بلاتي انا نحكي لكم على الفوتو ديالي، تشوفوا الشعر ديالي كي كان واحد الشطره غزال، وكان قوي وطويل. شوفوا البنات فن لاكوب، نخليكم الانستغرام ديالها الا بغيتو شي واحد منكم تاخذوا هادشي، راه واصلني ما مخلص عليا حتى حاجه، ولكن الا بغيتو تاخذوا من عندك كارت انترناسيونال تاخذهم، واخا شويه فيهم لابغيونس، ولكن الكاليتي واعره. فيهم هنايا هاد اللعيبه، هادو والله ما عقلت انا امتى كومونديتهم، ملي كنا في الكونفينمون كنت كنكومونديو عاد تيوصل هادشي. دابا المهم هادي وقع لي شي شهر ونص ولا ما نعرف عاد وصلوني، اللي بان لي هضرت بزاف. وكاينه هادي، هادي حمقاتني، وهادي والله ما عرفتها ما كاتبنش، والله ما عرفتش، نحاول انني ندير السميات هادو اللي كاينين هنايا ولا طلعوا لي في الانستغرام باش نطاقيهم. المهم هادي البنات حمقاتني، خفيفة على الراس بزاف، وحتى هادي شويه كتبري شويه، يعني ضروري انني ندير لها لابودر غير قدام هنايا. وهاد العيبه هادي غنحاول انني ندرقها بالمارو باش ما تبانش نهائيا معيقه. المهم ان شاء الله الا كيهمكم الفيديو قولي لي، ندير لكم مجموعه باروكاتي وكيفاش تركبوا باروكه طبيعيه، باروكه تبان لكم زعما طبيعيه. انا البنات الا كتشوفوها ما مقادهاش مزيان راه حيت تنكون في الدار تنخرقها، اما انا ملي كنكون خارجه كنقادها مزيان. انتم فنين وانا عارفه بزاف منكم ويا رجوه شعرك هكا احسن. المهم كاينه هادي هي كتحمق، هادي فريمون حمقاتني. وكاينه وحده اخرى هانتوما، كاينه هادي ولي حتى هي معقلتش منين واصلاني، ما عقلت كانوا كيهضروا معايا كنكوموندي وصافي تنعطيهم لادريس ما عقلتش. شوفوا هادي، هادي اللون ديالها ما بيهش، وكانت كلها تقريبا بحال داك الاخرى اللي عندي، وكانت كلها بيضة يعني بلاتين، وكان هاد اللون هذا كامل تحتاني غتكون زوينه. وهذه حتى هي بقى ندير ليها مارو هنايا، ندير لها المارو ولا شي لون باش ما تبانش نهائيا. هذه
هاد اللعيبه ما بغيتهاش تبان نهائيا، تجي شويه معيقه ماشي بحال هذه. هذه فيها داك لاست فرونت ما عرفتش كيقولوا لها، فيها هاد الليبه يعني واخا تهزي شعرك، وهذه اتبان شعرك الطبيعي. هذه شويه فيها هاد اللعيبه، هذه شويه اول كنت تقطع نديروا لا تقطع في نتوما. ايوا صافي هذا مكان. قولوا يا بنات في لي كومونتير واش فيتكم تجربوا الباروكات اولا لا. انا وريكم اخواتي اشنو شريت. خديت ليا الكوزينه هذه ب25 درهم من صغري، وانا كنحبق على الكوزينات. قولي شكون اللي ما كانش كيبغيهم؟ وباقي لحد الان تعجبوني الكوزينات، تلقى ولاد جيراني هكا تنبغي نصب عليهم تكونوا لاعبين الكوزينه، تنقول ما نجي عندكم ضيفات، يبقى يحط ليا داكشي في الطريفات، الطريفات ديال المسيكة. قولي لك بدات شكون اللي عاش هذه الفتره هذه، وشكون اللي باقا عاقل على هذه القضيه ديال ملي كنا صغار كنا كنشريو 10 دريال ديال سميتو، وديك 10 دريال تجيب لينا الحلاوه تشدهم وكنقسموهم تنبقاو ناكلوهم في الطريسلات. ناري على اجواء صراحه الجيل ديال التسعينات اللي منهم انا صراحه، حتى حنا دوزنا طفوله واعره. هادو اللي جايين هادو ديال الالفينات وداكشي اللي ما دوزو حتى حاجه، يحلوا عينهم على التيك توك وداكشي. حنايا لعبنا وضحكنا ولعبنا حبيله ولعبنا لاستيك، قليل في تلقاي الناس باقين تيلعبوا داكشي، حدانا اللي باقين تيلعبوا داكشي. هانتوما البنات كوزينه حلقت لي فيها هادي، فيها كراسه. دابا الكراسه ما فيهم ما كايناش الطبله، ماشي تصطيا اختي من درت الطبله، وفيها القويميلات وفيها الطبيسين. المهم كوزينه واعره. وخديت النعناع هذا، النعناع حرش. المهم البنات انايا واحد الحاجه كنديرها واخا ما خصنيش نقولها، المهم هادوك الناس اللي كيكونوا كيبيعوا في الارض ولا كيبيع النعناع ولا القزبر، ما كنبغيش نقول هادشي، ولكن بغيت نقولها لكم. يعني الا كنتي غتشري شي جوج دراهم ولا 3 دراهم، عطيه 4 دراهم ولا 5 دراهم، حيت هو مسكين النعناع هو اللي كيترزق به الله. والدعوات ديال داك الراجل اللي في خبازه كيعجبني، داير نظرات البنات، راه الزنقه 39 كتزيدي شويه تقربي تخرجي، كاينين جوج، واحد كبير وتا الاخر ما عرفتش كي داير. المهم هذاك الكبير ديما كنشري من عنده، داير نظار شحال دعا معايا مسكين. المهم باش نقول هادشي، ولكن هاد الناس كنبغي نخلي ليهم داك، فهمتي راكم فهمتوني، اللي عندها كبيرات ديالي واخا تخلي ليه 10، حيت هو مسكين داكشي هو اللي كيترزق به الله. وخديت واحد العنب 260، اوبس خديت 2 كيلو. شي البنات واحد العنب رائع رائع، روعه 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 روعه. خديت 2 كيلو، انا كنموت على العنب. وهنايا نوريكم صناد الميكا، ولاو عندنا صناد الميكا منعدمين، ماما ديما تقول لنا وعلى العرس جبو صنادل، خديتهم ب 20 درهم شوفو لي اشطرتيش، خديتهم ب 20 درهم اوبس. هانتوما ها هي، عاد نقدر نلبسها نتسخر بالسلام في الخباز هاني، نلبسها مع تقاشر باش ما يتكحلوش لي رجلي. شوفوا البنات فني صراحه، خديتها في البال شفت حنا عندنا نقول لكم الدنيا كيفاش كتولي. خديت غوتشي، سمحوا لي خديت غوتشي، خديت غوتشي زادي ب 20 درهم خواتي. عشان نكمل معاكم خديت سميتو، شنو يقولوا الشهديه هذه ولا الخوخ اللي رطب؟ الشهديه ياك الخوخ هو اللي حرش. المهم تيتغلطوا ليا، خديت بنات غير كيلو لان تقل بزاف، ندمت ما ديتش الكروطه، ديما نبقى ندير الكروطه صراحه. وخديت هاد باندوش، ها هو تا ماما راه كتبيعو، ها هو البنات هاد باندوش هذا، اول مره غادي نجرب ديال افون. حمقني الباكاجين ديالو عجبني، والريحه ديالو كتحمق دايره بحال شي بارفان، واو يا البنات. المهم هذا خذوه على حسابي، اي خلي لكم الدوش دايره حتى الجسم ديالكم كيعجبوني صراحه. هادو ديال افون، داك المره خديت ديال نيفيا ياك، ودابا بغيت نبدل ما يعجبنيش نبقى ندير نفس الريحه. جود نايت سويت هيرت بابل هير بابل باث. المهم شدني شي لونغري. وخديت شنو اخر؟ خديت هاد لاصوص، هادي لاصوص. المهم هاد الصوص هادي صوص شوكولا، تتحتاج صراحه ملي كتصايبوا لا كلاص اولا ملي كتكونوا دايره الكخيف ما عندكمش الشكلاط اولا بيني اولا اي حاجه، كيجيو زوين الفوق. وهاد لا مارك صراحه زوينه، سيام اختي خدات واحد وحده و يدك كطيب عليك وما كتبغيش تهبط. قولي هذه راه زوينه نجربها معاكم، 260 واقيله هي توب توبينغ. المهم ها هي كبيده ديالي تحتها صراحه، سيام خلات عندنا واحد الوحده لان راه كانت هنا خبيزه. وهذا ليلونتي كان ديك المره خصها طيحت لي وحده في الدار وجابت لي غير 5 وما كنوصلوني 6. وخديت هاد النوقه هادي، هادي البنات 230 واقيله جاتني ولا ما 250، واحد مول الحانوت عنده كلشي ديال الحلوى، شي زنقه ديال 36 كتدخلوا معاها ديال بيرانزاران على يديكم اليسار، كتلقاو واحد الزنيقه حدا مول حدا دوك الاخوانيين اللي كيبيعوا البخور وداكشي، كاين جوج حوانت. المهم الناس قنيطره غادي يعرفوا تما كاين واحد الحانوت دخل صراحه عنده الاشكال والانواع ديال الحلوى داك في عيد الميلاد كلشي واعر صافي. وخديت هادو، قولوا لي في لي كومونتير البنات شكون اللي عاقل على هاد اللعيبات هادو.
انا جبتهم لكم باش تعرفوا عقلتو، راه فيهم حتى اللعيبات ديال السنان عرفتوهم بزدريال بحال بون، ماشي بحال بونج، هشاش هشاش كتكون طوبه. كنا كنمشيو عند مول الحانوت نقول له عطيني 4 طوبات مابقاش دابا كتباع، عرفتوهم البنات هادو. طيحت وحده، هادو هي البنات نديرهم مع الفاكهه اللي شريت باش يجيو الالوان، عرفتوهم هادو كنتسطع عليهم انا يا البنات. لا عرفتوهم قول لي في الكومونتير. وهذوك الحليوات ديال الساعه اللي كانوا بريال وداك الشيء، اوبس سالينا من الميكا وغادي ندوز لكم اشنو خديت في هاد الميكا. هادي خديت هاد اللعيبه ها هي بخمسة دراهم، كنت ناكل ضروري كنبغي كلينكس انايا باش تنفسح، ولات فيا عائله. وشنو خديت؟ خديت البنات هاد لي سوتيان عجبوني صراحه، حتى ما كيعجبني البونج رقيق. نقولهم لكم البنات 50 درهم بزز، علاش 50 درهم؟ حيت فيهم هاد الخويط هذا زايد واقيلا ولا ما نعرف. المهم وفني صراحه، شوفوا لا كولور ديالهم. دابا ان شاء الله البنات الا بغيتوني نقول لكم ندير لكم فيديو خاص يكون يعني كيهضر علينا حنا البنات، شنو لي سوشيال اللي بينوا الكسدر ديالك بارز شنو حتى لي كيلو، انايا راه تنفهم في هادشي باش تبينوا الطايه ديالكم، اللي كيبغي يبينوا لكم الطايه تقول لي رجلك كتخربق اي هي. لا لا الا بغيتوا هذا الفيديو هذا قولوها لي في الكومونتير. المهم البنات نوريكم شنو تلبسوا، بزاف ديال الحوايج ندير لكم حتى فيديو على النظافه الشخصيه باش تغسلوا بزاف الحوايج، غير قولوها لي في الكومونتير وديروا جامع على اي تعليق كتبها باش نعرفكم باغاها باغنا. هاد لي سوتيان نتوما فنين عجبني فيهم هاد الخيط وبونج رقيق شويه غلاق من التحت. المهم البنات قولوها لي في الكومونتير باش نوريكم سميتو. وخديت البنات هاد السبر ديال هادي 130 درهم، حيت فغيمون مابقات عندي حتى شي سبر ديال بيضه وخصني سبر ديال كحله، وتنستنى يعني شي سيت واحد السيت هضر معايا صيفط لهم لينيا، وداك السيت ديما تيقول لك اوف ستوك اوف ستوك، حنا نشوفوا شنو يديروا، لا ما داروش ما نعولش عليهم. حيت فغيمون عندي السبر ديال كحله كلها سامبل كحله كامله، وما عندي السبر ديال كامله بيضه. هادي البنات عجبتني بزاف، ها هي شوف كتجي واعره ضخمه، كتجي همه وشان بهذا المعنى. هادي خاصها تكون عامره باش تعرفوني علاش كنهضر، ما تخشاش هادي يعني تكون فيها رجل. ها نتوما شوف البنات الزنقه اللي وريتكم قبيله الفاكهه، ها هي فريمون حمقاتني ضخمه ضخمه بهذا المعنى. يعني هاد اللعيبه ديالها ضخمه، كنت كنقلب على سبر ديالها ضخمه اكثر من هكا، وليت باغا نلبس داك ستيل تيشيرت ولبس مع تقاشر طالعين تيكونوا ديال اديداس، ولا هادي تيكون شي بنتين وكيجي السروال شي قصير وكيبان تقاشر مع تيشيرت كتجي زوينه لبسه، ولاو كيلبسوا تقاشر حتى مع كسيوات وصايت كيجيو فنين. هادي البنات خديتها ب 130 درهم، هادي خصني نحافظ عليها عز الحفاظ، وخا تحافظي عليها في هاد القنت هذا كلشي كيتخسر. هادي بغيت نلبسها مع الكسيوات عجباتني، قولي في الكومونتير واش عجباتكم ولا لا. 130 درهم خديتها من هذيك الزنقه ديال فين كاين الصحراوه، الزنقه اللي وريتكم ديال الفاكهه تما عندهم سبر ديالات واعرين، غتمشيو تدخلوا من الجهه ديال ايبياب ماشي من جهه قبيله، غتدخلوا كاين الحانوت ما عرفش. المهم تما هي صراحه عندهم سبر ديال زوين، كاين بزاف الحوانت. هادي يلاه جابهم طرت عليها ها هي، وكنت باغا ليا الزي ساعه ما لقيتهاش، ودارها ليا في الكريطينه وكلشي. شوفوا هذا التخشى فيها البنات، هاد السبر ديالها ديما خذوا نمره كبيره حيت هما كيجيو ضخمين شويه. انا كنلبس 7 خديت 8، وخديت غدايا الدجاج باقي طايب يا البنات، الدجاج مشوي كاين في الخباز صراحه زوين. وخديت لي بافيت ها هما صراحه زوين، من هاد الباكيه هادي كدير ب 160 غنبقى في ما نمشي نخطف وحيده، والله زوينين هادو. انا كيحمقوني هادو ما نكذبش عليكم البنات، ما عنديش مع هادو، كنا بينا وجهي صغير تيجوني كبار، تيجوني كبار صراحة أنا تيعصبوني، هنا تيجوني قدو قداش بلاتي نشوف. المهم هادو البنات هما لي كيعجبوني صراحة، كبار جاوني ماشي نعددهم. المهم دابا نضيع الوقت، فيهم 10 160 صراحة زوينين هادو، ما حيت أنا ما تيعجبوني تا وحدين، هادو هما لي كيعجبوني. وخديت الوحده هذه كتجي واعره، هذه ديال الاطباء فيها هاد اللعيبه، هذه باش كتشد لك على النيف. هادو كيجيو لاصقا ولكن غاليين، 70 ريال الوحده البنات. هذه غنخليها حتى لك تخرج شي خرجه، ها نتوما هادو كيجيو لاصقين وزوينين، الاخرين شويه كبار ولكن دايزين نقص لهم من هاد اللعيبه هذه. واشنو خديت؟ صافي. وهنا خواتاتي بقات الفاكهه، هي خديت البنات الزبيب، هذاك الراجل عنده داكشي زبيب مالقيتش عندو زبيب، خديت 10 دراهم ديال الزبيب. نظر نظر البنات تقداو الفاكهة اللي مزال متقداوش، خديت 20 درهم ديال اللوز، شوفو شحال فيها، أنا كيعجبني خضر باش نكون معاكم صريحة.
وخديت الكركاع شي 30 درهم يمكن، والطماط كيحمق عند هذاك الراجل واعر بزاف. بنات عافاكم خلي لي لايك، واحد وحده كتلسى تسالي لي لايك ماشي كنسالي لايك، كنطلب من المتتبعين ديالي واي واحد عنده قناه كيقول لكم عافاكم خليو لي بزاف ديال لي لايك. علاش غتسميوا سعايا؟ راكم نتوما خواتاتي، فحال اللي غادي نقول لاختي عافاك حتى نتوما خواتاتي كنتعامل معاكم فحال اللي كنتعامل مع خواتاتي، يعني تنعتبر راسي وحده منكم وانتم مني ويا هذيك. يعني كنطلع لكم بهبله، مره نطلع لكم ماكيا، مره نطلع مع الصباح، مره نطلع ضاحكه، عادي حنا اسره مع بعض جينا وفيها باس. قلت لكم خليو لي بزاف ديال لي لايك حيت كتشجعوني بزاف. وخديت التمر، ها هو فن هاد التمر الطويل كيحمقني معسل غزال بزاف. وهاد التمر هذا واعر عنده، هذا عرفتي البنات عنده هاد التمر مكركب كيحمق، تيبان لك راه معسل عرفتي ما كتاكلي معسل وكبير. شوفوا البنات التمره قداش هذاك الراجل البنات سيرو تقداو عنده، انا كيحمقني كيحمقني وعاودو بلا ما قلت انا كيحمقني نعاون الناس. كيعجبني شي واحد تيجيني شي واحد ظريف تنبغي نعاونو، الناس اللي في الارض واخا ما تكونيش محتاجه مشيطه واخا تكوني محتاجه مقبض شري من عندهم. والله حنا انا واحد اختي حنا بزاف درجه تنبكي ملي تشوفوا شي واحد في الزنقه، ولو يكون تيبيع غير قيبطات ولا كلينيكس تنشري من عنده واخا ما محتاجاش، نقدر ناخذ ديك الحاجه ولا ما ناخذهاش واخا ما محتاجاش. اولا دوك الناس اللي كيكونوا حاطين مساكن ميزان وكيكون هكا كيسترزق الله عطيه درهم جوج دراهم واخا ما تعبريش غير عطيه فريمون. انا يا القضيه كاينه هاد القضيه ما كتعجبنيش بزاف حيت المحله تخرج عليا فهمتوا، انا المحله عندي عيب لحقاش صراحه بعض المرات تنحل شي حوايج تنجيبها في راسي فهمتوا، عندي خايبه واحد العيب فيا تسولينيش من عيفين وحنينه بزاف كي يضحك على هاد القضيه، ولكن المحنه اللي بعض المرات ما خصنيش نحل وتنصدق حالنا تنجيبها في راسي. وخديت البيستاج، نشوف البيستاج زوين عنده صراحه، ها هو البيستاج. خديت هاد الحمص يقولوا لي الحمص التركي واعر صراحه هاد الحمص هذا. وشنو هذا؟ ونقول لكم البنات هادي كتحمقني، هاد لي فروي هادو كيحمقوني يكونوا في الفاكهه بنان. ونشوف شنو هنايا، وخديت هاد الكركاع هذا البيض، ماما كيعجبها البلدي انا خديت البيض. وخديت البنات الكاوكاو مقلي عنده زوين وغليظ، ها هو هانتوما ها هما. وهذا غيكون الاكازو اللي كنكرهو كنكرهو تنكره الاكازو، ها هو تا هو عنده مقلي يعني شحال من كنت الاكازو. صافي خواتاتي كان هو داول الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم التقدية الحمد لله. الحمد لله كيف قلت لكم انا كيعجبني الخروج نفرح والديا، تيعجبني تيعجبني صراحه ما نكذبش عليكم، وتيعجبني هكا نشارك معكم التقدية وداكشي حيت كنشاركها معكم قليل قليل بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم هذا النهار هذا فلوغ ولا اي حاجه سميوه، وريتكم اشنو وصلني. ما تنساوش اخواتاتي انكم تخليو لي بزاف ديال لي لايك، وقولوا لي في لي كومونتير واش مشيتو تقديتو لوالديكم، واش مشيتو عيشوره، واش شريتو مونيكا، واش مشيتو مع الوالدين ديالكم يتقداو، اولا نتوما اللي كتكلفوا بالفاكهه حتى كتجيبوها لهم الدار. قولي لي كلشي، كنحماق بزاف على التعليق ديالكم. البنوتات كاملين نصيفط لهم داكشي ديالهم ان شاء الله، بغيت حتى يتوصلوا داكشي عاد نصور لكم في خطر بلا ما نبقى كل ما نصور لكم راه صيفطت لهم ها السكريب راه سميتو حتى يوصلوا ان شاء الله، يتوصلوا بداك الهدايا ديالهم ان شاء الله غدا ونحطوها لكم في الفيديو باش تشوفوا كلشي على بناتكم. الحمد لله والشكر لله المصداقية والشفافية، وانتم كتشوفوا يعني ماشي شي وحده اللي فيها التحرميات، وبزاف البنات هبطوا لكم كومونتير وقال لي رجوه تنعرفوها رجوه انسانه معقوله بالعكس ما فيهاش التحرميات معقوله. انا ربحت معاها واحد البنت اللي تحيه ليها نسيت على السميه ديالها متتبع ليا من شحال هادي ما عقلتش السميه ديالك، وحق الله كديري نضيضرات وديما كتكومونتي ليا قولي لي راه انا في لي كومونتير راني نسيت على السميه ديالك. كنهضروا حتى في الانستغرام متتبعه من شحال مني كانت عندي 2000 ولا ما نعرف، ما كاينش الفيديو اللي ما تخليش تعليق. شكرا البنوتات اللي مني كيربحوا كيخليو لي تعاليق كنفرح بزاف باش حتى الناس كيتيقوا، كنحماق عليكم خليو لي بزاف ديال لي لايك ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.